عمر ثامر الشامسي، بردية مدينة العين. فزنا الحمد لله في موقع الخدمات الإلكترونية. أهلا وسهلا فيك وألف مبروك. بدنا بس نأخذ رأيك بوضع الحكومة الإلكترونية بالمنطقة العربية. الحمد لله الوضع يبشر بالخير، والتفاعل والتنافس يعني قامت به في الدوائر كل المؤسسات سواء كانت خاصة أو حكومية، والتنافس ما بين الحكومة وخواص هذا يبشر بالخير، أنه يوصل رسالة أن المؤسسات الحكومية ما عادت حكومية متأخرة، بالعكس صارت الحمد لله من المتقدمين، وتنافس المؤسسات الخاصة، واتمنى لك التقدم إن شاء الله.